وبآخر فقراتنا لليوم حنروح لمواهب الشبابية، وكنا عم نحكي ضمن الفقرة السابقة عن تطوير المهارات. اليوم ضيوفنا طوروا هي المهارة وشفنا مهارتهم وإبداعهم من خلال عرض أوهام، اللي هو عرض مسرحي قدروا من خلاله الطلاب الستة وهن المجد منصور، الزهراء هابيل، سليم رضوان، كرم أبو قاسم، نجيب الحكيم، ويوسف إبراهيم، واللي كان لهم دعم كتير كبير من زملائهم. اليوم ضيوفنا وصفوا عرضهم أنه كان واقعي جدا وكان من الأمور الحياتية. أكيد يعني هدول الطلاب الستة رشا قدروا من خلال مشروع تخرجهم اللي كان ليساعدهم على نيل درجة الإجازة بقسم الرقص التابع للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. وأكيد يعني تعززت جماليات العرض على مدار 3 أيام ب 11 و12 و13 تموز في دار الأوبرا السورية. لنتعرف أكثر مشاهدينا عن هذا العرض المسرحي وعلى أداء الشباب المميز على خشبة المسرح. خلوني رحب بضيوفي لليوم زهراء هابيل، يسعد صباحك، الصبية الوحيدة الموجودة بالعرض المسرحي، وأكيد وجد منصور، يسعد صباحك، وكرم أبو قاسم، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكم. شكرا. يسعد صباحكم، فخورين نحن اليوم فيكم كشباب سوري. اليوم هذا الطموح عم ترجموه على المسرح، وحسب الأصداء اليوم كان العرض حلو. يعني نحن للأمانة ما شفناه كله، ولكن أكيد حنشوف اليوم ضمن تقرير بعض اللقطات. خلينا نروح للعنوان، يعني أوهام. يعني اليوم أنتم الشباب رحتوا لهذا العنوان، خلوا خبرونا عنه أكثر. تفضل. هلا عرض أوهام مثل ما قلتي هو كان عرض واقعي وحياتي، لذلك بهذا العرض نحن شفنا 6 أشخاص بينزلوا على مجتمع جديد هن عندي، فنحن بنشوف بالعرض أوهام هود 6 أشخاص. مثلا بنشوف أحد الأوهام هو وهم السلطة، يعني مثلا بيكونوا كثير عم يتنافسوا على السلطه بلغه مقام معين ما، بس هذا الشيء ما تحقق وهذا كان مجرد حلم ووهم فقط براسي كان هذا الشيء. زهرة، شو بتخبرينا اكثر عن الفيلم؟ عن العرض المسرحي. هو بيحكي عن هي 6 أشخاص اللي فاتوا على مجتمع غريب، حاولوا يكونوا مختلفين عنهم بس هن تقابلوا بشكل سيء بالتعنيف، فنفهم باخر العرض انه ما في مجال للتغيير، ما في مجال يكون في حدا دائم وصوله للسلطه. اليوم ربطتوا الاحداث الواقعيه بهذا العرض، ولكن مو دائما النهايات عم تشبه. اليوم بجوز نهاياتنا هي احلام او طموحات لانها فيما بعد. خلينا نحكي اكثر اليوم عن التحضيرات للعرض، كيف كانت؟ هلا صراحه تحضيرات العرض كانت شوي صعبه علينا جدا، لانه بالعاده بشكل اعتيادي بالسنوات السابقه كان يصير انه نحن مشاريع فردية، كل شخص مسؤول عن مشروع خاص فيه ببلش عليه من بداية الفصل الثاني للنهاية. الشيء الصعوبات اللي واجهتنا انه احنا قبل بشهر بلشنا بالعرض، ما عاد في مشاريع فردية، صار في مشروع جماعي، فهذا كان اكبر مثل ما بيقولوا عائق لنا، بس الحمد لله كان اشتغلنا بجهد وتعب بمساعدة الأستاذ معتز وزملائنا من السنوات السابقة والخريجين، لحتى عملنا شيء خلال 21 يوم فعلي حتى. أكيد. لحتى عملنا شيء يرضي جمهورنا. نوجه لهم تحية. كرم، خلينا نحكي اليوم يمكن دراسة 4 سنين وتعب 4 سنين تكلل بنجاح العرض المسرحي أوهام. خلينا نحكي نتعرف أكثر نحن والمشاهدين عن البروفات بينكم وبين الرفقة. هلا البروفات بدي أقول لك أهم شيء كانت إنه جدا متعبة، وجدا كان في شغل وكان في تعب وكان في اجتهاد بالبروفات، وكثير اشتغلنا بشكل جماعي، يعني حلو. كان موضوع الجماعه التيم الرئيسيه بالعرض، فحتى بالبروفات كثير اشتغلنا بشكل جماعي لحتى نطلع بعرض منيح وبنتيجه منيحه من العرض. وكان في كمان بدي اقول لك بالبروفات كان في كثير حب مننا او من قبل الاستاذ معتز اللي كان هو مشرف عن العرض، او من قبل اصدقائنا اللي كانوا عم يساعدونا وعم يشتغلوا معنا، فنحن كنا كثير عم نشتغل بحب وعم نعطي نتائج لبعض، عم نبادل بعض بالنتائج لنطلعنا بهي النتيجه من هذا العرض. هلا اليوم طبيعي وقت اللي عم تقول عم نشتغل بحب، فاليوم اكيد تحصل على نتيجه ايجابيه. طبعا اكيد. ودائما بنلاقي السند من المحيط. زهراء، يعني بدنا نروح لك بس قد ايه اليوم دللوكي كونك الصبيه الوحيده؟ ايه تقريبا في هيك شيء. مرضي يعني شكلها. اليوم هي الصبيه الوحيده، المفروض يكون هيك الدلاله. لا صراحه ما في
منهم الشباب، كنت حس حالي اني مميزه بين خمس شباب صراحه. طفل المدلل. رح نتابع نحن حديثنا معكم وابداعكم، وخلونا بس هيك نشوف كليب عنكم ونرجع. تفضل. العرض كان له صيغة تانية، وكان بدنا نعمل بالمكشوف برا، وكان له شكل أساطير وما أساطير وكذا، ولقينا إنه تقنيا كتير صعب وما عاد نلحق. بهذا العرض نعمل بثلاث أسابيع، يعني كان في أسبوع للواحد يعمل فكرة و14 يوم تدريبات، يعني كلهم شيء 10 ساعات تدربنا. أوهام إنه دائما العلاقة بإنه كل إنسان له طموحه، له أفكاره، له أحلامه، له كذا، بس بالأخير وقت يكون ضايع هو بتحول كل شيء لوهم. يعني هو يعني في ناس تتحول إنه واقع بيصير وهم، هو ما عاد يعرف حاله إنه وين صار، شو حقق شو ما حقق. والأهم إنه العرض بيحكي عن الناس اللي هي بتحاول تكون مختلفة، يعني بجوز ما بعرف شفتوا انه هن الخريجين حطيتهم الناس اللي لهم زي معين، لهم تصرف معين، بيحبوا دائما يكونوا مختلفين عن الغير. دور الجماعي بهيك عروض كتير مهم، خصوصا بعرضنا، لانه مثل ما شفتوا هو بيحكي عن جماعه بتنزل على مجتمع جديد، ففي هذا المجتمع كمان فيه جماعة، فالجروب كله كان كتير مهم أن نكون متفاعلين مع بعض ونكون مع بعض وساندين بعض بطريقة صح. هو عن فكرة أنه الصراع العقل مع الصراع الإنسان بهاي الحياة، كيف لما هو يولد يعني بكون غصبا عنه، مو بكيفه وين يولد، مو بكيفه شو يتعرض لصعوبات بالحياة، فلازم هو يتغلب عليها نوعا ما. بس بالنهاية في تبقى إنه الشيء قوة الحياة أكبر من الإنسان، دائما هي اللي عم بالنهاية منشوف مثل الطابة، هي العبء، هي ضربة كل شيء نحن بنحلم فيه. هلا خلينا ننتقل عندك وجود، يعني من خلال ما تابعنا عن العرض المسرحي كان في تعبير عن الافكار عن طريق الجسد، قديش اليوم هذا الشيء صعب وبحاجه للمسؤوليه، حتى يمكن كمان شفنا في حركات رقص تابعه للرقص المعاصر، كيف تدربتوا اليوم على هذا النمط من الرقص؟ كيف كانت تدريباتكم على تقنيه الحركه؟ صراحه هذا العرض بالنسبه لنا كان تجربه جدا جديد، لانه نحن بالعاده بنشتغل على حركه واسعه كبيره فيها تكنيك جدا صعب. حلو. بس هذا العرض بالمشاركه طبعا مع الاستاذ معتز كان شيء قريب على مسرح الجسد،
هو شيء كثير صعب بس بنفس الوقت شيء كثير مهم لأي مؤدي، إن كان ممثل، راقص، مغني. مسرح الجسد هو شيء بيعبر عن الإنسان ومعاناته، وتكون الحركات فيه واضحة وصريحة. إن إحنا بنشوف واحد مهموم، واحد حزين، واحد مبسوط. فمسرح الجسد هو شيء جدا جميل، حاولنا من خلال هذا العرض نشتغل شيء مميز غير السنوات السابقة اللي كان فيها فقط رقص تجريدي بحت. فهي كان نحكي عن 40 دقيقة، يعني أنت اليوم عم ترقصوا 40 دقيقة صامت، عم تستخدموا بس لغة جسد لتحاولوا توصلوا هي الرسالة. يعني اليوم كان في مجهود جدا من المشرف على العرض. يعني خلونا بداية أستاذ معتز ملاطية نوجه له أكيد تحية، نحكي عن دوره اليوم وعن العلاقة بين بعضكم. يعني اليوم نتيجة هذا النجاح أكيد في محبة كتير كبيرة. دور الأستاذ معتز كان بهذا العرض هو الدور الأكبر لإله. يعني هو كان كل شيء بالعرض تقريبا، هو المشرف عنه الأستاذ معتز، كان من ناحية الإضاءة، الأزياء، الحركة، أي شيء كان بالعرض هو كان من إدارة الأستاذ معتز. كان دوره الأكبر كمان بهذا العرض كان هو مثلا تهذيب الحركات وصقلها للحركة، لأنه كنا مثلا نحن نعطيه مجموعة من الحركات، نحن تساعدنا بالتصميم نحن والأستاذ معتز بهذا العرض، كنا نعطيه مجموعة من الحركات وهو كان يختار الأفضل واللي بتزبط أكثر للعرض واللي بتلبق أكثر للعرض. فهو كان إضيفة للعرض بطريقته هو وبصياغته هو وبإخراجه هو. أكيد زهراء، خلينا نوضح أكثر للمشاهدين، يعني مرق بالعرض مثل كرة صغيرة عم تصطدم فيكم، خلينا نوضح شو الفكرة من اليوم. هلا هي الفكرة عبارة عن العبء اللي نحن حاملينه على ظهرنا في مشهد بنكون فيه نحن الستة والكرة هي على ظهرنا، هي بتمثل الهموم والعبء اللي نحن موجود بحياتنا. الكرة في مشهد كمان هي بتمرق فوقنا بتمثل كيف الهموم تبعيتنا بالحياة العادية، كيف نحن بنحاول نزيحها عننا. قد ايه كان اليوم في صعوبات كونه العرض مثل ما قلنا صامت، اليوم بدي ما انا هوينه، يعني ما انا عم نحكي عن 10 دقائق او ربع ساعه، عم نحكي 40 دقيقه. اليوم انتم مجبرين توصلوا رساله مفهومه للناس اللي حضرانينكم ضمن المسرح، يعني واليوم ما عندنا نحن لا صوت، عندنا ايحاءات جسد. يعني خلينا نحكي كيف كان الحضور، كيف كان الاقبال، وكيف كان التفاعل مع الجمهور الموجود. بالنسبه للجمهور صراحه كان متفاعل معنا، شاف قسم الرقص بطريقة جديدة، تعذبنا كتير لأنه كان فيه أداء، فهذا الأداء الجسدي اللي شوي مو بس رقص تكنيك مثل ما حكينا، هو شيء كتير متعب للراقص ومهلك، فكتير تعذبنا لدرجة أنه الجمهور قتل عم يطلع عم بيقلنا هل أنتوا توجعتوا عن جد، كنتوا عم توجعوا كثير، ليش كنتوا كثير تعبانين انه انتوا عم تمثلوا او هيك، وخصيصا باخر يوم كانوا الاهالي موجودين فكثير خافوا علينا وهيك، قلنا لهم طبعا وصلنا لمرحله من التعب وهيك، بس في شيء من الخبره وشيء لحتى نوصل لهذا الشيء بطريقه صادقه. بس تكلل اليوم بنجاحكم زهراء الطفل المدلل. خلينا نرجع شوي للاستاذ معتز، اليوم شو اهم خلينا نقول مو الانتقادات، دائما الانتقادات الايجابيه يمكن هي عم تبني وعم تثقل مهارات، يعني شو كان اكثر شيء يوجه لكم، يعني اشتغلوا على هي الناحيه، هون اخطأتوا، هون اصبتوا. هلا الاستاذ معتز نحن ما منشوفه بشكل يومي بالمعهد أكثر ما منشوف أهلينا، فهو يعني بيمون علينا يعني بأكثر كم من حفظ طبيعة كل حدا فيه. تماماً بيعرف كل حدا كيف ممكن يعطيه النصيحة بشكل هذا مثلاً ممكن يتلقاها بشكل غير الثاني، فهو بيعرف كل حدا كيف لازم يعطيه ملاحظته، كيف لازم يطوره، كيف لازم يحفزه. بتتقبلوا هاي طبعاً أكيد بشكل إيجابي لأنه هو بيعرف كيف كل حدا بيتقبل النصيحة والنقد. أكيد. يمكن هلأ السؤال لكم أنتوا ثلاثة، لوين اليوم حابين توصلوا؟ هل رح تكفوا بهذا المجال بالأيام الجاي أم لا في مخططات تانية بعيدة عن هذا المجال؟ تفضل. هلأ نكفي بالمجال فهذا أمر محتوم، فأنه أكيد أنا رح كفي بالمجال، أكيد ما عم ضيع سنوات من حياتي لما كفي بهذا الطريق، فأكيد رح كفي بهذا المجال. أما أنا بدي أحكي عن المستقبل البعيد فهو شوي
مرئي لانه انا امبارح تخرجت فلسه الامور ما كثير مبينه واضحه امامي. بس في حماس بطريقة. اليوم بس طبعا في حماس، طبعا في عروض عم تجينا، في اشياء عم تجي لنشتغلها ولنطور من حالنا اكثر ونشوف حالنا بطريقه ثانيه. فان شاء الله عم نشتغل على موضوع انه شو بدنا نعمل بالمستقبل القريب حاليا. حلو. سهراء، هلا انا بالنسبه لي عندي لسه جامعه، انا بدرس فرقه ثانيه غير المعهد، لسه في عندي سنوات دراسه اخرى، واكيد الرقص رح يضل موجود، رح نضل عم نشتغل في فرق بالبلد، في فرص عمل كثير لنا، ف يعني ما انتهى هون مشوارنا. انا كنت عم بدرس جامعه وجيت على المعهد فوقفت الجامعه، بس اكيد حنكمل يعني اليوم بالجامعه. لا الصراحه مو لاي سبب، بالعكس هي كثير منيحه، هندسه اتصالات وقصص، بس انه كان القرار اللي اتخذته وقت اللي جيت على المعهد وقرار واعي وصريح. صح كان شوي احلي، معناتها اليوم الجامعه اختيار الاهل صراحة. اي بس انا يعني اقول لك صراحة انا يعني كانت اختيار اهل، بس انه حاولت شوي ما قدر. اي سنة كنت وقت اللي وقفتها؟ ثالثة. حرام يعني ما ضل. صح صح، ولهلا بقول حرام، بس انه اذا الواحد قالوا له اهله شيء هو رد عليهم فهو هذا الصح، واذا ما رد عليهم بيكون هو عن جد بيعرف شو بده. فالتين يعني اليوم عم يسمعوك يعني اكيد ماما من اكثر الداعمين لإلي، بس انا بوقت بقول اهل هنن الاقارب محيط والمحيط والشو اسمه. بس هلا يعني الشيء اللي بسطني صراحه بعد عرض التخرج هو كميه الاشخاص والمباركات اللي اجتنا انا واصدقائي اللي عم نحكي بهي السيره، قديش نستني وقت اول ما فتح المعهد وهدول القصص اللي صارت. العالم نفسه اللي كانوا معارضين لهي القصه كثير صاروا مشجعين ومبسوطين، فانا هون بنبسط كثير وقت بنشوف حققنا شيء بهذا المجال بحيث يكون شيء العالم تبارك لنا عليه وبتحبه. بس اليوم يعني حق الناس باول نقول هندسه اتصالات، ويعني اذا بدنا نحكي كثقافه يعني صح. اليوم الاهل اكيد اليوم حقهم، ونحن بنتمنى انه نشوفك متخرج ايضا من أكيد. هندسه الاتصالات كمان هي يعني في كيك تشتغل على القصتين. انا بامن بس لاقى حاله بالرقص الشخص والواحد ما فينا هو يعني فاعل خير يعني هو خلص. انا بامن بشيء معين، انا يعني هلا بقول ممكن كان شيء ثاني، بس انه القدر اخذني هيك وامنت بهذا الشيء. بس ابدا مو غلط، مثل زهراء عم تدرس فرعين، انا اصدقاء اطباء عم يشتغلوا، بس انا بامن انه بدي احقق شيء بهذا المجال. تمام ان شاء الله. ان شاء الله زهراء بالختام يعني نصيحه لكل شخص اليوم حابب انه يدخل بمجال الرقص. هلا انا بشجع كل حدا بحب الرقص بحس حاله عنده موهبه انه يعني ما يفكر ابدا قبل ما يقدم على المعهد. بس موهبه مع دراسه اكاديميه كمان. ايه طبعا طبعا، يعني الدراسه الاكاديميه هي شيء كثير مهم، يعني انت خلال 4 سنين تاخذ أيوة. كثير مواد، كثير انواع رقص، تنصقل الموهبه، تطلع حاسس حالك انه متشبع، عندك كثير معلومات عن الرقص، اخذ كثير دروس، فاكيد اي حدا بحب انصحه يقدم على المعهد العالي بدون ما يفكر. اليوم شفنا نصيحتك. أنا داعم كبير لأي حدا خصوصا بأمور الفنية، موهبة يعني بأمور الموهبة يعني رقص، تمثيل، غناء، رسم، أي شيء. أنا كتير بدعم بهذا الموضوع، لأنه شوي العالم بتفكر أنه هي موهبة أو شيء استثنائي. لا، هو أبدا ما أنه شيء استثنائي، هو إذا أنا بمتلك لهي القدرة ولهي الملكة فأنا ليه ما طورها وليه ما أشتغل أكثر وليه ما أدعم حالي وفرجي العالم. أنا بحس أنه الرقص مثلا هو شيء ما أنه موجود عند الكل، ليه ما أنا طوره وليه ما أنا معناتها اليوم المفروض نشتغل على ثقافة نشر هي تماما عند الناس كرمال اليوم أي شخص مثل وجد اليوم حب يروح ما يكون في كلمة تأبيد، ما يكون في تردد أبدا. بدنا نشكر حضوركم لليوم، بدنا نشوفك، نتمنى أسماءكم كيف ما بعد نشوفها على مستوى كتير عالي، ونرجع نستضيفكم بأعمال كتير مهمة، وإن شاء الله هيك يكون الفرصة سانحة أنه تكونوا بباقي المحافظات السورية. شكرا لكم وجد منصور، كرم أبو قاسم، وزهراء الهابيل، وأكيدنا نوجه تحية للأستاذ معتز ولكل إكيب العمل. يعطيكم ألف عافية وشكرا لجهودكم، أهلا وسهلا. شكرا لكم وبالتوفيق لكم أكيد ولكل فريق العمل.